اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي تشوفوها في اسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا باي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الارقام. في حال ما تأمن الخط وياكم لاي سبب إن كان، تقدرون تتواصلون ويانا على الرقم الاخير، هو الرقم المخصص لبرنامج الواتساب برسالة مكتوبة. أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف اليد العاملة الأجنبية وانتشارها بالشوارع والشركات على حد سواء. برنامج الأغذية العالمي كشف أنه معدل البطالة بين الشباب العراقي تجاوزت 35%، وأضاف البرنامج الأممي أن معدلات الفقر بالعراق ارتفعت من سنة 2018 تقريباً 30% من العراقيين. 30% من العراقيين هم تحت خط الفقر بواقع 12,270,000 شخص من تعداد نفوس البلاد اللي يبلغ تقريباً 42 مليون. هذا اللي يشكل من الشباب ما نسبته 70%. يعني 70% من شباب العراق عاطلين عن العمل بوسط وجود اليد العاملة الأجنبية. هذا اللي رصد لنا مواطن بسبب انتشار بسطيات الإيرانيين بسوق البصرة القديمة بوسط مطالبات للحد من هاي الظاهرة بالعراق. خلونا نشوف. اللي بالبصرة إيرانيين يقولون يوم الخميس سوق البصرة طيب تقاطع البصرة حاليا. هذا البصرة من هنا، هذا من هاي كم طريق ما شاء الله مستحلين الشعر. يلا تفضل. دول شلون يدخلون؟ وين الرقابة؟ وين أهل الحدود؟ وين الدنيا؟ وين الاستخبارات؟ وين ايش تعرف منهم بس؟ يلا ليش تصور؟ اخويا شنو ليش تصور؟ شنو اللي تصور؟ تعرفون البسطيات تنتشر بالفقراء بالبلدان، وبما انه العراق صاير حديقه خلفيه الى ايران، فالباع المتجولين الايرانيين دا يفترون بكيفهم. السؤال اللي ينطرح هنا، ذولا شلون طبوا للبلد؟ على يا معبر عبرو شلون ختموا لهم جوازاتهم؟ السؤال الاهم، من جوي البضايع جايه وياهم؟ يعني من طبوا الى المنفذ الحدودي وصلوا المفتشين والجوازات والجمارك شافوا ذن البضايع مالتهم؟ لو ما شافوها زين، من عبروا واخذوا جمرك مال البضايع؟ لو ذولا منزهين عن دفع الجمارك. هاي كلها تساؤلات أطرحها إلى، أنا آسف أعتذر، نسيت أنه المنافذ الحدودية تابعة إلى ميليشيات، والميليشيات هي اللي مسيطرة على المنافذ الحدودية. أما دائرة المنافذ الحدودية بوزارة التخطيط والجهات المعنية هي ما لها أي علاقة بهذا الموضوع. فهذا السؤال اللي أنا وجهته لازم نوجهه إلى زعامات الميليشيات، إيش قد قبضتوا حتى تفوتون الباعة المتجولين الإيرانيين؟ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق قالت أنه عدد العاملين الأجانب اللي عندهم رخصة للعمل بالبلد تقريباً 100,000 عامل. وأقرت الوزارة أنه نسبة 50% من اليد العاملة الوطنية تقابلها نسبة تشغيل 50% من العمالة الأجنبية. شلون خلوا النسبة 1:1؟ ما أعرف. في كل بلدان العالم 5 و6 و7 و10:1، إلا يمنى 1:1. لجنة الخدمات النيابية أكدت بوقت سابق أن قانون العمل يلزم بتشغيل العمالة المحلية بنسبة 80% وإلا الأولوية بالمشاريع داخل البلاد سواء كانت محلية أو أجنبية. لكن الصور والفيديوهات طلعنا عكس هذا الشيء. هذا اللي بيّلناه مقطع مصور وثق مواطن لسير سراوات طويلة من اليد العاملة الأجنبية بشركات نفط البصرة، وينتقد الناس والأهالي خصوصا أهالي البصرة اعتماد العمالة الأجنبية بالشركات النفطية ويحرمون أبناء الوطن وأبناء المحافظة من فرص العمل بها. خلونا نشوف. محمد
إذا كان القانون العراقي يقول 80 إلى 20 أنه تعين من اليد العاملة المحلية 80% والمقابل 20% من اليد العاملة الأجنبية، يعني ما بين كل 100 موظف بشركة ما بشركة ما أكو 80 موظف عراقي و 20 موظف أجنبي. طبعا هاي النسبة في حال لو أكو احتياج إلى العمالة الأجنبية. العراق في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كانوا أكو بيه خبراء أجانب، كانت أكو بيه عاملة أجنبية. أيضا في ثمانينات القرن الماضي انتشرت اليد العاملة الأجنبية، لكن ما أثرت على اليد العاملة المحلية، ما أثرت على وظائف المواطنين. أكو حساب وكتاب. 80% إلى 20% هسه تقولون 50 إلى 50، يعني أكو 30% أنتوا بايقين حقهم ونعطيه الأجنبي. هاي رقم واحد، هاي مخالفة للقانون. رقم اثنين، في كل بلدان العالم هي تدعم اليد العاملة الأجنبية على اليد المحلية على اليد العاملة الأجنبية. أكو بعض التخصصات لما يجي شخص يقول لك أنا أريد أتعين يقولوا لا أعذرنا أنت مو من هالبلد، أكو غيرك هواية دا ينتظرون فرصهم. في حال انتفت الحاجة إلهم وما لقينا شخص راح نرجع لك. رقم ثلاثة، ليش شبابنا متروك واليد العاملة الأجنبية برواتبهم الخيالية اللي توصل إلى 60 ورقة بحسب أحد المقاطع اللي نشرناه في برنامج صوتكم؟ ناس علقت على هذا الموضوع على فيسبوك، أبو حمزة البصري، وين نواب البصرة؟ عليكم بمتابعة الموضوع ومحاسبة من يأتي بالعمالة الأجنبية وعايفين شباب البصرة بدون عمل. سوسن تقول هذه العمالة نتيجة شركات تابعة لمتنفذين. علاء الكعبي، مع الأسف صار قرابة 7 سنوات العمالة الأجنبية تعمل بالعراق بأعداد كبيرة والعراقي بدون عمل. العراق أغلب شعب عاطل عن عمل والعمال في كل مكان. ومحمد الحسناوي يقول وين محافظ البصرة؟ ما يشوف لو ما يدري وين التقليص في الموضوع، يعني شباب البصرة بدون شغل والأجانب تشتغل وتأكل بنعمتك وإحنا علينا بس المخلفات والأمراض، حسبي الله ونعم الوكيل. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية، وهي قضية انتشار اليد العاملة الأجنبية لدرجة أنه لقينا بسطيات إيرانية وقاعدين واحد بصف الأخ بساحة أو بمكان وما حد يندق بيهم، وفوق القار لما راح المواطن دا يوثق لنا هذا الشيء دا يشوفنا العراق شلون دا يمشي تقول له ليش تصور، بينما المواطن العراقي إذا فتح له بسطة بأي مكان يا محلاها الشرطة شلون تطلع له أو القوات الأمنية، ما يعرفون مين يتلقى نفسه، يركضون وراء رزقه يقولوا لا أنت فاتح بسطية بالشارع، أنت دا سد الرصيف، أنت دا سد المكان، أنت مخالف للقانون. بينما الإيراني والإيرانية من يفتحون بسطة بالبصرة عادي، شنو يعني مساعدة إلى إيران. اليد العاملة الأجنبية من باكستانيين وهنود وأفغان يشتغلون بشركات النفط بمرتبات عالية ويعيش ملك هو وأهله هناك، والشاب العراقي بالبلد ما يقدر يشتغل بأي مكان. مش من الموصل، حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، احنا نشكر إذاعتكم، إذاعتكم دائما توصل صوت المواطن وشكرا على هذا الرد السريع. لا شكر على واجب أخوي العزيز. احنا سواق تريلات نشتغل خط زاخو بغداد. خط زاخو بغداد، نعم. نعم احنا سواق شاحنات والموصل صار لها تقريبا مرات السنة الجديد لحد الآن. أي. الموصل دائما ازدحامات، الازدحامات مال التريلات مسافات يصل 12 كيلو. نعم. وعلى سونار واحد، يعني نجي من الظهر نقاط الى الساعة 10 بالليل يلا نعبر. نعم. وسونار واحد وطافي، يعني اكثر الاوقات طافي، الازدحامات توصل 12 كيلو 12 كيلو هيك تقريبا الازدحامات مال سونار. نعم نعم نعم. نعم استاذ، يعني هذه الموضوع صار اسبوع تقريبا، يعني فارق محمل كله على السونار، كله على السونار، حتى طيب. السيارات الفارقه يعني انت تقول هاي الحادثه جديده صار الاسبوع ده صار عندكم ازدحامات بالطريق خصوصا في الموصل، شنو سبب هاي الازدحامات؟ سببها السيطرات، يعني ما تدخل السيارات يعني الا سونار، وقبل كنا ندخل بدون سونار على الموصل، يعني هسه صارت جديده من 2024
وجاي صارت هاي السالفه. طيب اخ مشعل، المشكله انت تقول بالسونار لو اكو اشياء دا تصير بداخل السيطره، يعني مثلا اكو ملف موجود اليوم بالحلقه راح نطلعه بعد شويه انه السيطرات دا تصير ابتزاز لاسواق الحمل بالذات، ولا سبب دا يعرقلون دخولهم دا ياخروهم حتى يدفعون فلوس. نعم نعم، طوج من السيطرات يأخرونه لان ما يعتقلونه على الموصل السبب من السيطرات. هاي الوضعيه بس بالموصل. نعم دائما بغداد السونارات مالها مفتوحه 24 ساعه، بس هاي العرقله تعطل عندنا بالموصل. نعم وصلت نعم. وصلت. شكرا 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 لك اخ مشعل. محمد من امريكا حياك الله. الو السلام عليكم استاذ اسد، احييك واحيي قناه الرافدين البطله. حياك الله. عزيزي العمال الايرانيين هم حيستحلون ايران راح تاخذ البصره للعلم، هاي وحده. واللي عندي مضربة الشمال الطفلة المقتولة الله يرحمها مستشهدة، ضربوها الإيرانيين الإرهاب الإيراني، دول الإرهاب واحد من دول جماعة معمم من جماعة القطار الإرهابي يقول دول إسرائيل، دول مو إسرائيل هاي عراقية، أنتوا تابعين لإيران، أنتوا لا عندكم غيرة على عراقكم ولا عندكم غيرة على نسوانكم، قسما بالله أنتوا بعت العراق لإيران وخواتكم العجم الإيرانيين، حتى الدوائر الدولة كلها بها حرس ثوري قسما بالله، الدوائر الدولة العراقية كلها حرس ثوري. نعم. داخلية عندك والدفاع، شكو دائرة عراقية بها إيرانيين يشتغلون. نعم. قسما بالله أستاذ أسد كلهم عجم، طابق السابع عندك داخلية كلهم إيرانيين، هذول. نعم. كلهم معممين عجم لإيران، هم باعوا العراق لإيران. نعم. جلسون. نعم. على ذول استشهدوا في أربيل. واليوم بشرى صار اليوم اسرائيل كتله خمسه قياديين من حرس الثوري الارهابيين، والله نزل مي بارد على قلبي، اكون الحشد اكون حرق، هم دول القياديين قاعدين المنطقه الخضراء، دول محمد الشياع السوداني الارهابي. تحياتي لك. شكرا من لك اخ محمد. نبدي ملفنا الثاني من عروس الخليج العربي، البصره. البارحه عمت مشاعر الفرح أرجاء الوطن نتيجة فوز المنتخب العراقي على نظير الياباني بكأس آسيا 2023 بقطر بنتيجة هدفين لهدف سجلها لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين. وراء هذا الشيء بلشوا الشعب العراقي احتفالاتهم وفرحهم بهذا الانتصار المفاجئ والكبير على أحد الفرق اللي لها حساب في البطولة. واحدة من مظاهر الاحتفال السيئة بالعراق هي الرمي العشوائي اللي دائما نحذر من عنده ودائما نحكي من عنده. اليوم المواطن دا يعاني من هذا الشيء، وعندنا مواطن يوثق لنا تضرر الزجاج سيارته نتيجة الرمي العشوائي اللي صار في المحافظة بعد فوز المنتخب واحتفالا بالفوز بمشهد يعكس لكم ضعف الأجهزة الأمنية، ضعف الجهات المعنية، ضعف أي جهة تقول أنا أحافظ على الأمن للحد من هذه الظاهرة اللي تهدد حياة هواية من العراقيين. خلونا نسمع. الحمد لله اللي ماكو احد بالسياره، لان هاي مصيبه. هواي حذرنا من هاي الطلقات. ملفنا الثاني همينا بالبصره. بصره الخير هذه اللي تعاني ما تعاني نتيجه ضعف الاداء الحكومي السياسي والاقتصادي والامني. قضيه الرمي العشوائي هاي الاطلاقات اللي ترجع ورا مسافه معينه وتهبط من جديد وتتحول الى رسائل موت إذا سقطت على رؤوس المواطنين لا سمح الله. وإذا ما سقطت على المواطنين فالأضرار مو طبيعية، وهذا اللي وثق لنا اياه مقطع ثاني يوثق الأضرار اللي صارت بأحد المنازل بسبب الرمي العشوائي هذا كله بوسط محافظة البصرة. أكو مطالبات شعبية أنه الطالب الحكومة والمحافظة والجهات الأمنية على مختلف مسمياتها أن تتدخل للحد من هاي الظاهرة السيئة.
شركات السلاح لما صنع سلاح السبطانة من الداخل تكون حلزونية حتى الطلقة تفتر وياها قوة انفجار البارود حتى تطلع في مسافة معينة. هاي الطلقة اللي أو البندقة اللي تشوفوها أمامكم واللي مستريحة على هاي القنفة بالبيت، هذه وصلت إلى حد معين على ما أعتقد أنها طلقة كلاشينكوف، وصلت إلى حد معين وراها بدأت تنزل. لما تبدي تنزل تسارعها يصير أسرع من الأول، حرارتها تصير أكبر من الأول، قوتها راح تكون أكثر من الأول بأضعاف. فلما تنزل عبر سقف ونازلة ومستريحة على قنفة، أريد أسأل السؤال اللي طلع يحتفل، أنت بلشت ترمي بالهواء ولما لازم رشاشتك أو سلاحك أنت ما ترميه بشكل عمودي لأن راح توقع عليك، فأنت مايل فهي ماخذة قوس وتنزل بمكان ثاني. فلنفرض فوق هاي القنفة بمكان هاي الطلقة مواطن، رجل مسن مسنة، امرأة مسنة، شاب، فتاة، طفل، طفلة، مواطن عراقي قاعد بهذا المكان وجت براسه، راح تكون انت قاتل أمام الله بسبب تقاعس الحكومة عن أداء واجباتها الرسمية عن أي شيء يهم الشعب العراقي ومنها الرمي العشوائي، رغم كل ما تخلف هاي الظاهرة من أضرار. لكن لحد هاي اللحظة الاستيعاب الحكومي لهذه القضية مشكلة، الاستيعاب الحكومي للرمي العشوائي مشكلة. وهنا بهذا الفيديو عندنا رسالة لمواطن عراقي يطلب من الجهات المعنية من الحكومة من المحافظة أن تتدخل للحد من ظاهرة الرمي العشوائي، وحامل بإيده إطلاقة مسدس. الداخلية على مود الرمي العشوائي هذا يعني شلون ما له حال، والله العظيم هسه جاي يشتغل بالمولدة وهاي انضربت بالتانك ووقعت، يعني الله قدر ولطف لو بس مغير مكاني، يعني هاي لو واقعة بالشارع مثلا ما طيح له براس شاب، براس بنية، براس شايب، براس طفل، هاي وهاي ذاك اليوم قلت صدفة والله هم بعدها، هاي هم وحدة ما هي عهاية، وهاي اليوم الثالثة الثانية العفو. الأستاذ هنا راح يصير عنده هواية بالعراق، يجمع بندقات مال إطلاقات رصاص مسدسات ورشاشات وأسلحة متوسطة وثقيلة، وراها يجي يصير خبير بالإطلاقات يقول لك هاي الذوب بالحائط، هاي ما الذوب بالحائط، هاي تبقى على شكلها، هاي تتحور، هاي تنفجر، هاي دمدم، هاي غيرها. هاي واحدة من المشاكل اللي بدنا نحكي عنها أكثر من مرة ببرنامج صوتكم. أنا حاكي هاي القضية أخي المواطن، إذا أنت عندك حكومة ما دايرة بال للمواطن، خلي يكون أنت عندك مسؤولية تجاه المواطن، لأنه أنت عراقي وهذا أخوك عراقي، وأنت عراقي وهاي أختك عراقية، وأنت عراقي وهذا ابن أخوك أو ابن أختك عراقي أو والدك ووالدتك. هاي الإطلاقات اللي أنت قاعد ترميها بالهواء، مهما كنت أنت، مهما كنت، هاي عمياء، هاي الإطلاقة ما تشوف سيارة، بيت، مواطن، طفل، شاب، كبير بالعمر، صغير بالعمر، ما تباوع هاي الطلقة، تنزل كوارثها كبيرة. فأحمي أرواح المواطنين، وأتمنى أتمنى أتمنى مظاهر الفرح اليوم بالعراق تكون بعيدة عن استخدام الأسلحة والإطلاقات النارية. كافي سلاح، كافي طق، كافي ضرب، الشعب العراقي مل من صوت الإطلاقات اللي تطلقها الأسلحة النارية. الناس علقت على هذا الموضوع، الحسيني زيدي يقول يمكن أكثر بلد فوضى بالعالم هو العراق بالرغم من المليارات التي تبذل للقوات الأمنية والدولارات والدورات والجهات الأمنية من تشرب الشارع، لكن مثل هكذا ظواهر صعبة جدا جدا. علي أحمد، بالعراق لازم أكو قانون يحاسب القانون. وأبو سيف الجبوري يقول البركة بالحكومة سلاح منفلت، ولا قانون ولا عقاب، بالمختصر من أمن العقاب أخذ راحته. ورسول السوداني يقول وين الجهات المختصة، ليش هالاستهتار بأرواح المواطنين؟ فعلا هذا استهتار من اللي يطلق النار، وأيضا استهتار وإهمال من الجهات الحكومية. أحمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ زين إن شاء الله؟ أهلا بيك.
انت مساء حكيت على العاطلين على العمل وعلى الشغل وعلى البطاله. نعم. اي هسه اكو يعني هم تعيينات جايين وجاي يطلبون مواليد، مواليد 2000 2005 يعني ايه. شلون ما فكروا بالمواليد 90؟ شلون يعني اشرح لنا اياها حتى يعني حتى افهمها والناس تفهمها. يعني هسه هم دا يشغلون مواليدات مواليد 2000 و2005 2000، يعني ايش قد بالتعديد؟ يعني يطلبون صغار، مواليد صغار، يعني هاي الكبار العالم مثلا العمر 30 العمر 25 العمر 34، هذا وين يروح؟ وهل تتوقع انه يعني بعيدا عن كلمتك صحيحه 100%، لكن اخويا بدايه 30 و35 و40 ذولا مو كبار، دولة بالدول دولة شباب دولة شباب. هو احنا صغار هسه شبينا، هسه صار عمره 30 وشبينا، يعني هسه تونا شفنا الحياة وشفنا الحياة يعني جاي يصير أسود. نعم يعني حياة أسود، يعني تقول شنو أرجع عمري 30 أرجع عمري 10 أرجع عمري 15 شلون أنا بيدي ما بيدي شيء. تروح تقدم يوم الحاسبة يقول والله هم الداخلية أو هم الدولة يطلبوا مواليد صغار، احنا مو بدينا. يعني انت بالدوله من تطلب مواليد صغار ما تفكر بهاي العالم الكبار شلون، يعني بيقوم تسلي بتقوم تبوق بتقوم تكتف. وين حضرتك قدمت مثلا وصارت وياك هاي الحادثه حتى نذكرها؟ هي مو بالانترنت، ببغداد ابو الانترنت مراكز الانترنت. اها اي والله يقول ماكو، يقول اردون مواليد صغار، يعني يا احنا الكبار شلون، يعني احنا مو كبار ليش؟ عمرنا 30 سنة بعدنا صغار. نعم وصلت إيه يقول هذا أمر من الدولة جاية على الصغار ما يردون كبار. طب يعني الانترنت شو العلاقة بالدولة؟ شي أبصرنا وما ندري. نعم شكرا لك أخ أحمد. وأنا عندي سؤال أهم، اللي يشتغل بالإنترنت أو أبو الإنترنت اللي هو عنده سايبر انترنت او برج، انت شو لك علاقه بالدوله؟ راتبك تاخذه من الدوله وتعطيه؟ لو اللي يشتغل وياك تعطيه راتبه او اجرته او يوميته من الاشتراكات اللي الناس تجي تدفع لك اياها؟ ما اعرف يعني هالبلد هذا اللي دا يتفصل بكيفكم. شنو راتبه 30 سنه ما ياخذوه او 35 سنه؟ 30 سنه يعني ما صار له 5 سنوات متخرج، هاي في حال لو كمل سنينه كلهن هو متفوق وما عنده إكمال وما عنده رسوب وما عنده تأخير. هذا فيما لو شخص تأخر عن الدراسة، مرسة بس تأخر سنة وسنتين لظرف صحي مثلا، فيما لو شخص تعرض إلى 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 شيء قاهر خلاه يبتعد عن الدراسة سنة وسنتين. أكو هواية تخرجوا من الجامعات وهم كبار بالعمر فوق 50 وعندهم وظائفهم ماشي، بس ما أعرف هالبلد هذا شلون يمشي. أبو ياسر من الموصل حياك الله. أبو ياسر يبدو أنه أبو ياسر ما يسمعني. أجهزتنا الأمنية تاركة واجبها الأساسي اللي هو حماية أمن الوطن والمواطن، وصايرة هي اللي تتسبب بشكل أساسي بعرقلة حياته وابتزاز المواطنين. هذا الشيء اللي راح نحكيه هسه عن كلمة الأخ مشعل لما نتصل بينا. يبتزوهم عن طريق السيطرات الحكومية المنتشرة بمداخل المحافظات والطرق الخارجية، ونبدي بكربلة. من سنوات الاحتلال الأولى شهد العراق فوضى كبيرة غيب شيء اسمه دولة بشكل شبه كامل. وراها صارت الميليشيات تتحكم بالمعابر بين المحافظات وأيضا بالمعابر الخارجية والمطارات والسيطرات، وتفرض أتاوى على المناطق بالمناطق اللي هي مسيطرة بها على الناس، حتى تحولت إلى واحدة من ظواهر الفساد المنتشرة بالعراق واللي تنخر الوزارات والمؤسسات الحكومية. أحد المواطنين تحدث لنا عن معاناته لما انفات بسيطرة أم الهوى بمحافظة كربلة، واللي تتسبب هاي السيطرة بازدحامات كبيرة، اختناقات مرورية واسعة، ينتج عنها حوادث سير مريعة بسبب عرقلة مرور أصحاب المركبات من دون أي اكتراث من قبل الجهات المعنية. خلونا نسمع. السيطرة مثل ما تعرف هي مدخل للمحافظات الجنوبية، ويوم الخميس والجمعة ازدحام لا يطاق، وبالتالي صار الشارع ذهابا وإيابا، وبالتالي ماكو طريق بديل غير هو هذا سيطرة أم الهوى، وبالتالي
الشارع ازدحام، وبالتالي تصير حوادث، وبالتالي من يتحمل المسؤولية؟ من يتحمل المسؤولية؟ أنا اليوم أريد أطور السيطرة غير أشوف لي طريق بديل. لو ما يهم هذا الموضوع نهائيا، مجرد أنه فلشت السيطرة خلاص أريد أعيد نظام السيطرة من جديد، أو أبني سيطرة جديدة أو مدخل جديد. زين الناس ينذنبها. هسه أنا صار لي تقريبا أكثر من ساعة نايم بالسيطرة، ليش؟ لأن سايد واحد ذهب وياه صار، وشارع ما يتجاوز أرضه 8 مترات. تمام، منو المسؤول عن هذا الموضوع؟ هاي واحد. اثنين، إذا صار حادث منو المسؤول عنه؟ هاي لا اثنين. ثلاثة، من يتحمل؟ أربعة، أكو تخطيط للموضوع؟ لو لا، لو قعدوا الصبح الجماعة بمزاجهم قالوا لازم نفلس طريقتهم الهواء حتى نسوي سيطرة جديدة ومدخل جديد، حال مدخل الحلة، وحال مدخل النجف ومدخل بغداد. هو هيك الشغل؟ هو الشغل هيك يصير؟ غير تخطيط وطريق بديل. هسه تمنا لا شركة قاعدة تشتغل، هاي ماكو شركة قاعدة تشتغل. المفروض متعاقدتي ويا شركة بويا ترى 24 ساعة، لأن هذا المدخل بيزخم محافظات خميس وجمعة، أكثر مدخل بيزخم هو هذا للأسف. شو نسوي؟ هذا حظنا. بدول العالم المتقدم، أو لا ليش المتقدم، بدول العالم اللي تحترم نفسها، أو الحكومة اللي تحترم نفسها، لما تريد تسوي صيانة إلى طريق، كل طرق العالم معرضة إلى أعمال الصيانة. بهاي الأثناء قبل ما يفكرون يسوون أعمال الصيانة أكو تحويلة، حتى الناس تظل ماشية وتعرف أنه أكو صيانة بالمنطقة الفلانية. هاي رقم واحد. رقم اثنين، الأخ يقول سدوا سايد وبقوا سايد، والسايد عرضه ما يقل عن 8 أمتار، أكبر سيارة عرضها مترين. إذا تردون تنصبون سيطرتكم هاي، يبقى سايد يمنا وسايد منا، وتمشي العالم براحة. المشكلة اللي دا تصير وين؟ المشكلة دا تصير إنه هم شون دا يتعاملون. هذا حال شو وقت راح نفتهمه؟ لما نروح بفيديو إجانا من بغداد. هذا الفيديو اللي شفناه من بغداد الحال ما يختلف به، يعانون سائقين الشاحنات وسيارات الحمل من انتشار ظاهرة الابتزاز والازدحامات يم نقاط التفتيش والحواجز اللي منصوبة على الطرق الخارجية وبمداخل المدن، خصوصا مداخل العاصمة العراقية بغداد. أكو فرض لإتاوات على الشاحنات المحملة بالبضائع حسب المزاج، شنو محملة هي حتى يقدرون يعبروها أو يسمحوا لها أنه تعبر. مواطنين اتهموا من بغداد القوات الحكومية اللي واقفة عند نقاط السيطرات بجسر ديالة أن هم اللي عرقلون مرور هاي السيارات ويجبروهم أن يدفعون إتاوات على الشاحنة المحملة بالبضائع حسب الحمولة. فتح البدي شاف الحمولة شنو، قدر إيش قد يأخذ من عندها، ماكو صيغة رسمية، وبوفق تقديراتهم الخاصة اللي هم يأخذوها حسب مزاجهم، ويسببون تأخير المارين عن هاي عبر هاي السيطرة بوسط مطالبات بتدخل حكومي حتى يلقون حد لهذا الشيء. أنا سيطرت جسر ديالة مال مدخل بغداد، يعني أنت ذيك المرة نشرت قلت جاي يشتغلون بيها، وأكثر من مرة يقولون كتاب صادر وكشي ماك باقي على حطته، يعني الازدحام وين قواصي لا يخلون واحد، يعني هذا اليوم كيفين راجعين من وقت لهن وش ازدحام لقيناه، ويانا الحجي تعب بس من النمرة. والله العظيم ما وحش خل تسوي له السيطرة، هي هاي السيطرة بس اللي كان الشريف هذا بالفقراء. هذه سيطرات العراق، يعني همنا بالدول اللي تحترم نفسها. مداخل المدن أو البوابات اللي خلوها على مداخل المدن هي مو سيطرة، هي بوابة للسيطرة النوعية، هي بوابة مو للسيطرة على البشر. شنو يعني سيطرة نوعية؟ يعني سيارات الحمل تمشي باتجاه، سيارات المركبات الخاصة تمشي باتجاه، حتى في البلدان اللي تاخذ فلوس على الطرق ما يوجهوا لك هاي شنو ذيك شنو، حاطي لك أجرة للسيارات الخصوصية وللسيارات الأكبر من الخصوصية حمل الخفيف وسيارات حمل الثقيل.
وتعبر براحتك. الأجرة اللي يأخذوها من هاي السيارات ما يباوعون هاي السيارة شايلة جبن لو كرفس لو خس لو تمن لو طحين، ما يعرفون كل شاحنة شو محملة، بس أكو أجرة الناس تعرفها، بحيث من يمشي بهذا الطريق يقول لك أنا عندي أجرة بهذا الطريق أدفع هالقد. لكن الجماعة بالعراق اللي شايل تمن يدفع شيء، واللي شايل دجاج يدفع شيء، واللي شايل خس يدفع شيء، واللي شايل سلاح ما يدفع شيء، واللي شايل آر بي جي ما يدفع شيء، واللي عنده باص من حزب هذا الله موفقه يطب بالسيطرة جواز دبلوماسي الباص مالته. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من مناف الكبيسي يقول والله دمرتنا هاي السيطرة صار سنين. أبو محمد المطيري، هذا التأخير يساهم برفع أجور نقل البضائع وبالتالي يؤدي إلى رفع السوق، والجاني كالعادة هي الحكومة والمجني عليه والضحية هو المواطن. أبو مصطفى يقول مو بس بعض المواطنين يخالفون بالسيارات وتقصونهم وصل غرامة، بعض المرور يخالفون بس على شكل فساد ورشوة، وين الرقابة والمتابعة؟ صالح مطر، المفروض يصير بالعراق وزارة السيطرات بوارد أكثر من ميناء، وين ما تروح جبايات رسومات ضرائب غرامات نداءات ونداءات أبو تريلة يشتغل الدولة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان هذا تعليق الناس على هذه القضية. وعندنا اتصال أبو زينب من النجف، حياك الله. الله محييك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للموضوع السيطرات، أنا هاي مار بي يعني بشكل عملي، ولا وأنا لا سائق ولا عندي سيارة. السيطرات مع الأسف يعني من بغداد إلى أن توصل لكل محافظات العراق. تلقى أكو 6-7 طرق موجودة بينات فواصل اللي هي الأرصفة. شوف الفساد هنا يبدأ بالسيطرة شلون هنا، وأيضا تعتبر خيانة لم تعرف هذا، يعني يعتبر مثل الطريق الدولي اللي يوصل بين بغداد بالذات والمحافظات الأخرى وخاصة محافظات الوسطى والجنوبية. يعني لما عندك بالسيطرة 6 طرق لمرور السيارات، يسدون 3 أو 4 ويخلوا لك 3 طرق. صار زخم لو ما صار زخم بالتأكيد، وقاعدين الجماعة لو يسولفون لو يضحكون لو يلعبون طاولي لو دومنا الشرطة الموجودين المخصصين إلى التفتيش. هاي خلي التفت لها السيد مدير المرور العام ووزير الداخلية. بالنسبة للعمالة والعمالة الأجنبية، يعني احنا في ظرف كان من الثمانينات الحرب العراقية الإيرانية، وصار عدد المصريين بحدود 11 مليون واحد. لأن شبان العراق كانوا على جبهات القتال. ذاك ظرف استثناء، اجتنا انه بحرب الكويت وحرب السعودية وحرب تحرير الكويت والحصار الى الآن. زين، يجي هسه يقول لك البطالة هاي، وشفت هذا الفيديو الأول بداية استهلال الحلقة عن ذول العابرين أهل البسطات وكذا والجنافر الإيرانيين. تعال شوف استووا هاي بحجة أنه إزالة التجاوزات. إزالة التجاوزات بالنجف وبغداد وبغيرها، يجون على المقاري ذول ماكو العراقيين، شيله شيله كسحة كسحة، بحيث أنه شنو تطبيق القانون. طيب وين القانون تجاه دول الأجانب؟ هاي لو عدنا احنا يطلعونا بالشلال يقلوب بلدهم. بس احنا عدنا تواطؤ غبي وقدر مع الدول المجاورة. دائما العراقي مهان والأجنبي أو العربي هو السيد عليه. شكرا شكرا لك ابو زينب. ابو ياسر من الموصل رجع لنا، حياك الله. ابو ياسر، نعم، اذا امكن تنصلي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون حتى اني اقدر اسمعك اوضح ان شاء الله. نعم تفضل ابو ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا اشكر قناه الرافدين وعلى هذا البرنامج. لا شكرا على واجب. على البرنامج. ومقدم البرنامج. عندنا مشكلة بالموصل. وهي. مشكلتنا سيارات اللي تحمل رقم بغداد فحص. حاولنا نروج معاملات فما يقبلون ترويج معاملة بالموصل، لازم بغداد. زين. السيارات اللي
تذهب لبغداد فحص تنحجز، بس من سيارات ذهبت وما رجعت صادرتها الدولة. زين. فإحنا نطلب من خلال قناتكم الكريمة أن تفتح قسم في دائرة مرور الموصل ترويج معاملات لصالح المواطن، لتسهيل العملية على المواطن. نعم واضح. المواطن إذا روج معاملة رسوم وضرائب راح تستفاد الدولة، وهم المواطن يستفاد بدل أن يذهب لبغداد وتصادر السيارة مالته وتعب وماكو حل. نعم. فإحنا من خلال قناتكم الكريمة وصل أن نرفع صوتنا، وصل إن شاء الله، مديرية مرور العامة وصل وصل وصل. وجزيل الشكر. شكرا شكرا لك أبو ياسر. يعني قضية حق الموصل واحدة من المدن اللي عانت معاناتها نتيجة تقاعس القوات الحكومية عن أداء واجبها بالدفاع عن أرض الوطن وهروبها والخيانة العظمى إلى العراق أمام تنظيم إرهابي إجا من الخارج، وتقاعس القائد العام للقوات المسلحة آنذاك نور المالكي عن أداء واجبه كون قائد عام للقوات المسلحة في الدفاع عن أرض الوطن وتسليم ثلث العراق. أهالي الموصل عانوا ما عانوا من تهجير ونزوح و و و و و و فلهذا السبب أكو هواية من الأمور عندهم منقوصة، من ضمنها لوحات السيارات. فمطالب مشروعة من أبو ياسر، نتمنى من دائرة المرور العامة ومن وزارة الداخلية أن تنظر لهم بعين الأبوة بعض الشيء. ملفنا جاي من محافظة ديقار، ونحكي بيه عن الخدمات تحديدا الطرق والجسور، لأن كل يعرف أن طرقنا وجسورنا اليوم بالعراق سيئة لأسباب هواية، منها سوء التنفيذ، الإهمال الحكومي المتعمد، الفساد والغش وغيرها من القضايا. عندنا اليوم ناشط طالب بإجراء أعمال الصيانة للجسر الهولندي قبل وقوع كارثة في الناصرية بسبب انهيار الجسر المتهالك عفوا، وحمل الناشط الحكومة والجهات ذات علاقة كامل المسؤولية عن الأضرار. خلونا نسمع. هذا الجسر الهولندي يا ما غطينا حتى بالسنتين احنا ناشد به، المفروض نمشي من هذا الجسر الهولندي يا ابو الجسر هذا عليها ساعه راح يوقف جسر انقدار ماكو. طبعا العلم شو حاليا احنا موجودين على الجسر الهولندي، انا ما شايف جسر دفن، هذا جسر دفن بالناصريه جسر هولندي، هاي كلمة هاي العلم هاي حفره دون ما توصل الحفره جابوا قردين بنوها وهذا المكان صورت العام وجدت مدير الطرق والجسور البلديه جابوا سيارة مال قرديه فوق سدوا الفتحة. طبعا العلم يا حسين الناصري مهزلة شلون؟ يعني ماكو مسؤول شريف الجدار هذا المكان وطرع على حي زياد. اتمنى شمول جسر هولندي مشوار طريق يا حسين مدير طرق الجسور قال رصيد من مليارات هاي حكي في سنة 21 ماكو اي عمل مشروع. احنا من ناشد رئيس وزراء سوداني، انت من زرت الناصرية وطلعت على المشاكل الحقيقيه في مدينه ناصيه، لو فقط زياره دكتوريه واعلاميه صدرت نفسك بان انت رئيس وزراء لكل العراق. انت رئيس وزراء اقضي نواحي مدينه ناصيه ما وصلت لها، فقط اتصلت سياره من طريق يا حسين وكانت سيارتك هي فاشله. شلون فكر؟ فاشله يعني انت ما زرت المشاكل الحقيقيه في مدينه ناصيه وهي البنيه التحتيه المتهالكه. انت سبع مجسرات في جسر متركه، عندنا 205 دوائر متركيه، طبعا المدارس المتركيه هاي ما نقدر نحكي بها لان هي عبرت 400 مدرسه. ما حد نقل لك هاي الحقيقه. يعني قعدوا هم كانوا موجودين هم من ارباب المحافظ فساد في الكومشينات. يعني هل هم جسر هولندي يربط مناطق مركز مدينه ناصريه مع اقليه جنوب؟ هو يقول له ما حد نقل لك. لا مو ما حد نقل له، هم اصلا ما شايفين حتى ينقلوا له، هو يدري بس ما يريد يسوي شيء. هذا الفيديو الثاني اللي صورناه الناشط راح يبين لكم به حجم الدمار والخراب اللي موجود بالجسر الهولندي بالناصريه، ويقول انه يهدد حياه المواطنين اذا صعدوا عليه. خلونا نشوف. طالب بإغلاقه قبل حل كارثة بمدينة الناصرية وسقوط جسر الهولندي على الجدار. طالبوا الناقة بثلاث أيام قال ماكو فتحة هناك، بس خرب يا عزيزي مصور ماكو فتحة موجودة. اجينا وين ثلاث أيام شاهدنا هذا الفتح بدأ يتوسع جسر هولندي تسقط أجزاء من جسر هولندي. يا أخوان مدير طرق الجسور أنا طالب شخصي بيصير كمواطن بناء محل ديقار تيجي أوقفك هنا جوا جسر هولندي وراه وقف جسر هولندي يقول لك تقبل؟ شو تبغى
منشآت الحكومة الممتلكة عندنا ومنشآت مندثرة جسور عندنا كلهم طلعت عن الخدمة، طلعت عن الخدمة يا جسر هولندي السايد واحد والسايدية هذني طلعت عن الخدمة مدينة الناصرية على يا ساي واحد. لذلك شوف قرب للتصوير، هاي التصوير هذا وين؟ هاي أسفل جسر، هاي رواف الجسر، هاي حاليا إحنا وصل جسر هولندي نزلنا على جرف جسر هولندي، هاي صبة هاي جديدة وقعت قبل ثلاث أيام صورنا مصورنا توقع فوق راسي قبل ثلاث أيام صورنا ما كانت هاي صبة موجودة وصورنا قبل ثلاث أيام كانت ماكو فتحة هنا بس احنا واقفين من يوقع عزام من جسر هولندي يا مدير طرق الجسور الأمين العام. هاي حال جسورنا بالعراق. محافظة ذيقار أيضا تحدث لنا ناشط ثاني عن الفساد المستشري بالمحافظة ويبين لنا اللي دا يصير هناك من مدراء عامي وكافة مؤسسات الدولة وخصوصا الفساد بالمشاريع وهذا مشروع مجسر إبراهيم الخليل اللي يعاني من قلة الصيانة. جسر إبراهيم الخليل طبعا تفاجئنا الصراحة وأنا كوني زي تقريب على هذا تفاجئت هذا الجسر ما مشمول لا صيانة ولا تبديل مطبات ولا محجر. زين انت طلعت اربع مشروع احنا هسه الشركة المنبذة يقول لك انا رجال منبذ الدار المستفيدة هل يا ترى انت اليوم من رفعت تسعيرة او تندر ما شملت لا اكساء ولا تبديل مطبات ولا محجر مجرد انارة وجزرة وسطية واربع مليار. احنا رسالتنا لرئيس الوزراء انت جيت الناصرية انا اعطيك اياها وجهة نظري كأبناء الشارع الذيقاري كانت زيارته غير موفقة لأسباب. السبب الأول ما التقيت بالناس اللي هم صوتهم موجود واللي هم جاي يلاحظون السلبيات اللي موجودة على المشاريع. اثنين أنت بنجي دائما إحنا للأسف الشديد مسؤولين وهاي يحسبوا عليه اللي يجون الناس يضربون فطة القبيلة المندلاوي والكاظمي إلى آخره. اليوم السوداني هم حذوتهم ياكل مفطح ويروح وهاي مشاريع يعني. صوب الجزيرة بصورة عامة لا هذا حالنا. ناس لما تشوف هذا الحال تعرف المشكلة وتعلقت عليها. وأول تعليق موجود ويانا من مازن يقول ملتهين بالنافورات والجزرات الوسطية صرفوا عليها مليارات وهذا الجسر ما حد يندله. ثائر الفساد آفة لا يستطيع أحد الوقوف بوجه هذا كل اتفاقات مسبقة فقط صبغوا إنارة وثيل مليارات وهدر مال عام. أبو زهراء الإبراهيمي فعلا جسر هولندي خطر على حياة الناس وبسبب الزحام بسبب الحفر والتشققات الكبيرة في مبنى الجسر. وحمزة جبر يقول ما هو موقف حكومات متعاقبة في ذيقار عند إنشاء الجسر ومتابعته وإصلاحه قبل حصول شيء لا سامح الله والحكومة المحلية ما تتحمل مسؤولية ذلك. مشاهدينا الكرام العراقيين حزينين جدا من تحول عاصمة البلاد بغداد الرشيد من عاصمة الدنيا من حاضرة الدنيا من مدينة تعيش واقع جميل إلى مدينة أسوأ مدينة للعيش وواقعها مزري خصوصا بالتدهور الخدمات. اليوم العراقيين يقضون ساعات طويلة بالزحامات بسبب مشاريع توسعة الطرق ولهذا السبب قسم التواصل الاجتماعي ركز لنا عن الخدمات بالعراق بهذا الانفوجرافيك. جسر الجزيزة اللي في محافظة البصرة هذا صارفين عليه مليارات بانينا ببلوك. زين انت شركة سهل العراق زين بضميرك بشرفك انت قابل بهذا البنيان؟ ميزانية هائلة تصرف على مشاريع فاسدة تنفذها شركات تابعة لميليشيات الحشد دون تخطيط أو رؤية واضحة وفرق عمل تفتقر إلى الخبرة تحت مظلة حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني والتي لم تخرج عن عباءة حكومات الاحتلال المتعاقبة. حكومة الإطار تهدم عدداً من جسور العاصمة بغداد وطرقاً حيوية فيها دفعة واحدة بذريعة الإعمار والتطوير لتزيد من معاناة العراقيين المستمرة في كل المجالات منذ احتلال العراق عام 2003 نتيجة الفساد الحكومي وانعدام الخطط الاستراتيجية وسط تأكيد الحكومة على استمرارها بحملة المشاريع التي لا يرى المواطن فيها إلا استعراضات كلامية لا تسمن ولا تغني من جوع. لا تستطيع أي قوة أن توقف عجلة الإعمار والبناء التي بدأت تحت أي ظرف من الظروف على شاكلة سابقيه. فتصريحات هنا وهناك لامتصاص غضب الشارع العراقي الذي يعاني أزمات عدة حيث سبق للسوداني أن أعلن عن وضع 19 مشروعا لحل المشاكل المرورية ببغداد إلا أن الحال في شوارع العاصمة لم يتغير.
اخترنا اسم جسر الحرية لأنه هذه المنطقة كانت في زمن النظام المقبور ممنوع أن تتواصل بين القريعات والكاظمية. محاولات متواصلة لتفكيك نسيج المجتمع العراقي باختلاق كذبات يغذيها وحي الخيال الطائفي لدى الحكومات المتعاقبة، فتلجأ إليه للتغطية على فسادها وفشلها في معالجة الأزمات التي يعاني منها العراقيون. شوفوا يا بالشركات الرصينة، باعوا الشركات الرصينة، دير الشدنقة مال باب المعظم اليوم فتحوها من القالب، بطل مال بيبسي أبو اللتر قاصة بالنص، والسطلة مالته بطل كبير مال آرو، هذا ماي آرو. سخرية واسعة جابت مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام الشركات المنفذة لمشاريع بناء الجسور في العاصمة بغداد لوسائل بدائية في تنفيذ عملها، وسط تساؤلات حول مدى سرعة إنجاز المشاريع في وقت تحول فيه العراق لمثال في المشاريع المتلكئة بين العالم. مشاريع متلكئة وأزمة اقتصادية تتحكم بها مافيا الفساد داخل الحكومة، وبنى تحتية متهالكة وفساد وصل إلى مستويات متقدمة، وحكومة يعريها الفشل الواضح في مشاريع البناء والإعمار المزعومة. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجودي أنا بحلقة صوتكم، أشوفكم بخير إن شاء الله، مواضيع جديدة باشر انتظروني، في أمان الله.